رحب بالأخوة الصحفيين كل كما تعودت هيكل السوسيوس كل سنة تعمل الجلسة الانتخابية. هو البيرو نتاع السوسيوس فيه 12 العضو، احنا باش نحافظوا على الاستمرارية كل عام ننتخبوا 4 أعضاء جدد، دونك عاد تولي على في 3 سنين باش يتبدل البيرو كامل. دونك اثناء باذن الله مش فهم تصير الانتخابات لاربع اعضاء لموسم 2015 2016 2017، وباذن الله بعد الجلسه هذه مش نحتفلوا بالعضو رقم 5000. واحنا كنا حلينا باب الانتدابات مده شهر تويكا بالنسبه للمنتدبين جدد في الشهر هذا باش نعملوا فيهم قرعه، واللي باش ينتصر ان شاء الله باش يمشي الكلاسيكو بين برشلونه وريال مدريد. دونك هي سيتي اكسيون ماركتينغ باش نجلبوا اكثر من اعضاء في الجلسه هذه. يعطيك احنا تو عندنا شهر من اللي فتحنا الباب لمدنا قرابه 150. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. دونك في الجماعه جدد بين 4990 و 5127 مش تصير، ويمكن ان شاء الله يزيدوا بنا الغدوه مش تصير فيهم واحد نبعثوا مش يمشي الكلاسيكو ويحتى الكلاسيكو في اسبانيا ان شاء الله. بخلاف فما عديد الجوائز بالنسبه للمنخرطين القدم، فما احسن ريكريتور احسن خاطر فما شكون يعمل ريكريتمون يجيب العباد، دونك احسن عباد قنعت وجاب اكثر نومبر اكثر عدد نتاع اعضاء باش نعطوهم زاده كادوات، ومش تكون فما دي كادو باش نشجعوهم باش نحفزوهم باش كل حد ماذا بيه يجيب اكثر واحد للسوسيوس في السيت. كل واحد جديد نعطيوه نمرو اوتوماتيكمون يظهر في السيت، دونك احنا كل درجه يتغير العدد، اما اللي هو سيرتا تو وصلنا ل 5000. هذه حفل للسوسيوس، فرصه باش اللي سوسيوس يحضروا، دعوه مفتوحه للسوسيوس الكل بالطبيعه باش يحضروا يشوفوا شنو انجازات السوسيوس، يشوفوا التقرير المالي التقرير الادبي، ياخذوا فكره خاطر عباد تعطي في كما نقولوا احنا تبرعات للنادي هذا الصفاقسي، ماذا بيا تشوف فلوسها وين ماشيه. الساعه 3 مساء تبدا، عندنا ساعتين لقراءه التقرير المالي والتقرير الادبي وللانتخابات، وبعد كده مش تبدا الاحتفالات بالرقم 5000 وريسبسيون العشيه ان شاء الله.